اوكي هاي انذر كيس، الطالبه جايبت لي هاي. بغض النظر انه الماتيريال مش ماسكه ومش وما الى ذلك، السموث فوق، بس بدي تنتبهوا لشغله. هلا انا هاي ميلتها على جنب شوي عشان اورجيكم شيء. هاي الاريا هاي بتاعت الكلينيكال كراون، اوكي؟ متفقين انه هون كلينيكال كراون، مش لازم البوست اذا كان صح يكون اطول من تقريبا هون يوصل. This is very short. البوست لازم يكون طالع من الكلينيكال كراون اريا. شوف مثلا هون، لانه عندي المارجنال جنجيفا، هذا البوست، هذا طبعا كان اوفر بريبيرد بوست، حكينا عن موضوع الاوفر بريبريشن، بس انا بدي اورجيك كامبريشن. شايفين كيف الامبريشن طالع برا التوث؟ طالع العموديا برا التوث، يعني اتس لونجر ذان ذا كراون، ولسه بده اطول اكثر. انتم ملاحظين مش ال 1 تو 1 ريشيو؟ شايفين؟ ذيس از ما فيش اي طول برا الكراون، انت ما زلتي كونفايند جوا الكراون، انا شايف المارجنال جنجيفا impression، فبالتالي انت مش طالعه، مش داخله جوا الروت، هون داخل بس برضه مش sufficient، ما اعطاني ال 1 to 1 ratio، يعني شايف قديش طويل؟ طبعا هذا اوفر بريبيرد، احنا حكينا عنه شيء ثاني، بس الفكره سموث، اوكي فاين، شوي عندك اندر كات، شايفه انه الابيكال اريا اعرض من الكورونال؟ عريضه شوي، مش تيبرد هاي، هاي تقريبا بارلل وفي شوية اندر كات في الابيكال اريا، هذا ما حيدخل كاست، اوكي؟ بس المشكله الاكبر كمان الطول. يعني عندك اندر كات زائد طوله وزائد اوفر بريبريشن از فيري وايد، ما بيكون البوست هالقد وايد، تمام؟